كان سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلية السيد ميلوتشكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود. نعم، جاء ذلك لدى وصوله إلى البلاد، حيث رحب سموه برئيس وزراء الجبل الأسود وبزيارته لمملكة البحرين متمنيا له طيب الإقامة. كما كان في الاستقبال بمطار البحرين الدولي سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء والعميد جاسم محمد الغتم نائب محافظ محافظة المحرق وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية. We'll be right back.